التقى رئيس لجنة المتابعة محمد بركي ورئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة النائب يوسف جبارين مع سفير روسيا في إسرائيل أنطوني فيكتوروف، وعرض بركي وجبارين مخاطر أي ضم إسرائيلي محتمل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وطالبا روسيا بالتدخل بصفتها عضوا ثابتا في مجلس الأمن وعضوا بالرباعية الدولية حول القضية الفلسطينية. وبدوره أكد السفير فيكتوروف على التزام دولة روسيا وقيادتها بحل الدولتين وضرورة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على حدود عام 67. وينضم إلي عبر خدمة الهاتف النائب عن القائمة المشتركة عضو الكنيسة الدكتور يوسف جبارين. مرحبا بك. إذن تستمر الدعوات من قبل القائمة المشتركة وإذن التوجهات الدولية، بداية يعني كيف هو رد السفير الروسي عليكم؟ بداية نعم، نحن في القائمة المشتركة يعني نكرس جهودا لا بأس بها بالفترة الأخيرة على الصعيد الدولي لنحذر من مخاطر أي عملية ضم محتملة من قبل الحكومة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 في الضفة الغربية تحديدا. والحقيقة أننا يعني بتوجهاتنا نجد فعلا آذانا صاغية على الصعيد الأوروبي، وفي جلسة أمس على الصعيد يعني المحادثات مع الحكومة الروسية ومع الرئاسة الروسية. نعم بالطبع، يعني هل السؤال ما هي يعني هل ستقتصر على المواقف والبيانات من قبل روسيا الاتحاد الأوروبي وأيضا بعض الدول، وإذا كانت هناك دعوة أيضا للحزب الديمقراطي، أم سيكون هناك بالفعل عقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ بهذه الفترة يعني نحن نؤكد على أهمية تفعيل كل ضغط ممكن على الحكومة الإسرائيلية لكي لا تقوم أصلا بعملية الضم، وبرأينا هذا هو الأساس الآن بهذه الفترة. ولكن هذا الضغط يجب أن يشمل بلا شك تحذير لإسرائيل أن هنالك عقوبات ستتخذها يعني الأسرة الدولية تجاه إسرائيل إذا ما أقدمت على عملية الضم، وهنالك إمكانيات واسعة بدءاً بالاتحاد الأوروبي وتعليق اتفاقيات التعاون مع إسرائيل في المجال الاقتصادي والتجاري والمجال البحثي وغيره من المجالات الهامة. ولكن أيضا هناك مؤسسات الأمم المتحدة وقضية مقاطعة الاستيطان ومنتجات الاستيطان، وإذا ممكن أن يتطور أيضا لموقف يقاطع المستوطنين، كل ذلك طبعا هو يعني من الإمكانيات المفتوحة أمام الأسرة الدولية لمعاقبة إسرائيل على مثل هذه الخطوة. حاليا طبعا الهدف هو منع أي قرار بهذا الشأن، رفض أي قرار بهذا الشأن، وتحذير طبعا إسرائيل من مغبة اتخاذ مثل هذا القرار، وطبعا من خلال يعني الإشارة إلى عقوبات جدية وأنا أسميها أيضا يعني من الممكن أن تكون فعلا قاسية على الصعيد الدولي، في ذلك طبعا دعم الإجراءات أمام محكمة الجنايات الدولية في الملفات التي قدمتها يعني القيادة الفلسطينية ضد إسرائيل بكل ما يتعلق بالاستيطان وجرائم الحرب وغيره. وبلا شك أن ملف يعني الضم الآن يضاف إلى هذه الملفات الموجودة. نحن نقول أن الضغط الدولي ممكن وهام يمكن أن يستثمر لتغيير أي قرار. نعم دكتور يوسف، يعني سؤال أخير، هل من تنسيق بينكم وأيضا بين الجانب الفلسطيني، وهل يقوم أيضا في حال كان هناك بالطبع يعني هذا التعاون، هل يستغل يعني الجانب الفلسطيني وجود أعضاء كنيسة عرب داخل البرلمان الإسرائيلي من أجل تشكيل ضغط على المستوى الدولي؟ الحقيقة أننا نعمل باستقلالية تامة، يعني هنا نحن ممثلون القائمة المشتركة في الكنيسة، ثالث أكبر كتلة في البرلمان، ثاني أكبر كتلة في المعارضة، ولكن أيضا من خلال لجنة المتابعة التي تمثل كل يعني الأطياف السياسية والأحزاب والمؤسسات في مجتمعنا، فبالتالي يأتي يعني عملنا ضمن خصوصيتنا يعني كأحزاب سياسية فاعلة
داخل إسرائيل. هذا بلا شك طبعا لا يلغي التنسيق مع السلطة الفلسطينية، الهدف هو واحد منع ذلك، ولكن أيضا التنسيق مع يعني دول أوروبية ومؤسسات حقوق الإنسان هذا شأن دولي وليس شأن محلي، وبالتالي كل الضغوطات الآن فعلا على الصعيد الدولي موجهة لمنع جريمة يعني الحرب التي تسمى الضم، ولمنع يعني خلق واقع وتكريس واقع الأبرتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. نعم، النائب والدكتور يوسف جبرين عن القائمة المشتركة ورئيس أيضا لجنة العلاقات الدولية في القائمة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.